بالنسبه لي بركات الحدث الابرز اللي حصل السنه دي يا سيد ان كسبنا دوري، كسبنا بطوله افريقيا، النادي الاهلي كسب الدوري وكسب البطوله الافريقيه، كسب كاس مصر ايضا في كره السله الحقيقه هنتكلم عنها كتير برضو لان لسه كسبانين الدوري العام والمرتبط. ولكن ظهور النادي الاهلي او النادي الاهلي يفضل زي ما هو بالشكل اللي احنا عارفينه عنه بالاحترام بالمبادئ بالاخلاق في مؤمن زكريا طوال هذا الموسم، طوال هذا الموسم مؤمن زكريا هو العامل الرئيسي والعامل الاساسي في النادي الاهلي سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري العام المصري او في كاس مصر او فرحه الفوز، دايما بنلاقي مؤمن زكريا. اعتقد اتعلمنا كتير في السنه دي. والله طبعا يمكن السنه دي كانت استثنائيه يا اسلام، علشان طبعا انت عارف ظروف فيروس كورونا واللي حصل وتاجيلات طبعا فتره كبيره، وكل الدوريات العالم يعني خلاص ما حدش بقى بيلعب فتره من الفترات، حتى في الرجوع ابتدت تظهر مشاكل، هديت الدنيا برضو شويه، وبعد كده رجعت الفترات اللي فاتت ابتدت برضو تزيد. ولكن خليني اقول لك في الاول وفي الاخر يعني فتره كبيره عصرتها يعني في النادي الاهلي يمكن 19 سنين. احنا دايما بنقول ما دام بيبقى في شغل، ما دام بيبقى في تعب، ما دام بيبقى في اخلاص، هو ده اللي بيوصلك للي انت عايزه. وفي اهم من كل دوت عايز اقول لك انكار الذات، ودوت اللي بيميز الناس عندنا في النادي الاهلي. يمكن حتى تصريحات كابتن خطيب لو بنشوف شفناها في دبي في جلوب سكر، في جلوب سكر حتى تلاقيه برضو بيتكلم، هو ما بينسبش حتى المجلس الإدارة لوحده أو مجلس الإدارة مع الأجهزة الفنية مع الإدارية مع الطبية مع اللعيبة مع جمهور دايما كبير واقف في ظهر النادي الأهلي، جمهور اللي هو بسبب فيروس كورونا، ما اتكلمش دلوقتي بقى كمان على جمهور الأهلي بس، بتكلم على جماهير مصر كلها اللي اتحرمت كمان والإثارة قلت كتير جدا لان طبعا الظروف منعت الجماهير انها تحضر، فكل دي كانت ظروف صعبه. ولكن اما انت بتشتغل وان انت يعني بتجتهد، هو دوت الوضع الطبيعي ان انت بتشوف نتاج لشغلك، وده اللي اشتغل عليه النادي الاهلي كويس. النادي الاهلي وصل النهائي وما توفقش، ووصل نهائي تاني وما توفقش، ومع ذلك الشغل بيزيد، الشغل بيزيد لحد ما قدر النادي الاهلي ان هو يوصل البطوله، وقدر ان هو يحقق البطوله التاسعه مع الدوري زي ما انت بتقول، ومع الكاس، مع البطولات في كل الالعاب مش في كره القدم بس. فده نتاج شغل بيتعمل من سنين طول عمر النادي الاهلي بيعمله، واحنا دخلنا النادي وقعدنا سنين في النادي وعارفين الدنيا بتدار ازاي، وعشان كده ده بيبقى النتيجه الطبيعيه.